السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد، ومرحبا بنا مع مشاهدينا ومتتبعينا على قناة مغارب نيوز. اليوم كنتواجدوا في السوق الأسبوعي لمدينة المحمدية، أو لا بالأحرى عمالة المحمدية، وبالضبط المتواجد ببني خلف اللويزية. أسف شديد كما كيشوف الجميع، شوية ديال الأمطار اللي سقطت اللي يعني تهطلت على العمالة وعلى المدينة وفي المملكة المغربية، كنلاحظوا هذه الكارثة اللي حنا ما جيناش في الأصل على قبل هذه الكارثة، وإنما جينا على قبل باش نشوفوا ارتسامات ديال الفلاحة وارتسامات ديال الباعة وارتسامات ديال الخضارة وارتسامات ديال المواطنين في ظل هذا الغلاء اللي كتعرفوا المملكة المغربية من ناحية السومة الشرائية للمواد الأساسية بالمملكة. نتفاجئوا على أننا كنتواجدوا بسوق أسبوعي كارثي، وكأن هذه الجماعات المحلية أو هذه الجماعات القروية أو هذه الجماعات التابعة لعمالة المحمدية مساكن لا دخل لهم في هذه الأمور، بعاد من هذا الشيء بزاف. للأسف الشديد المواطن هو المتضرر الأول والأخير، يعني باش يجي المواطن لهنا ويتقدى وسميتو هنا، حتى هذه عامل من العوامل اللي كتجعل على ان السلع ما كتدخلش للسوق بوفره، مما يؤدي الى ارتفاع الاثمنه، والثمن بطبيعه الحال كيرتفع حسب يعني الظروف ديال المكان ديال البيع والشراء. هذا السوق الاسبوعي اللي كيتسناو جميع ساكنة مدينة المحمدية أو العمالة المحمدية والنواحي، منهم حتى الناس ديال الدار البيضاء كيجيو كيتقداو من هنا. للأسف الشديد حنا كنشوفوا كارثة من الكوارث اللي لا يمكن السكوت عليها ولا يمكن تجاوزها في هذه الظروف اللي كنعيشوها. تقريب صورة أكثر، يعني حتى إلا شفنا آخر السوق، يعني واحد الكومة من الأزبال أو لا ما عرفت شنو، هذا كله الركام ديال التراب وديال يعني حتى التجهيز ديال السوق غير مكتمل، أو لا ربما ما معطيهش شي أهمية باش يكون السوق فعلا في المستوى. غادي نبقاو دائما في هذا المباشر، وغادي نحاولوا نشوفوا بعض الارتسامات إلى أمكن، وإلا قدرنا أننا نتوصلوا أو نتواصلوا مع بعض من زوار هذا السوق. للأسف الشديد كما كتشوفوا، نزيدوا نقربوا لكم الصورة أكثر، نزيدوا نوريكم شنو يعني كيعاني منه السوق الأسبوعي لعمالة المحمدية. في غياب النظافة، في غياب التجهيز، في غياب يعني عدة أمور، كان من الواجب على جماعة من يخلف أو عمالة المحمدية توفيرها سوق أسبوعي، يعني كنقولوا عليه أنه متنفس للساكنة ديال المنطقة بالنسبة للشراء ديال السلع أو حتى قضاء الحوائج ديالهم الأساسية. حنا دابا غير باش نسلكوا من موقع لموقع كيصعب علينا أننا نلقاو طريق سالك. هنا بالضبط في السوق الأسبوعي المتواجد ببني خلف عمالة المحمدية كنعيشوا هذه اللحظات مع المواطنين لتقريب الصورة، سواء في الأثمنة أو لا حتى في الحالة الكارثية اللي كيتواجد عليها هذا السوق. معك من الأسف الناس مضطرة لأنها تصبر وعلى أنها يعني تدخل هذا السوق، لأن كاينين الناس اللي كاينين في البوادي، كاينين الناس في الضواحي ديال عمالة المحمدية، للأسف الشديد عندهم هذا هو المكان الوحيد اللي يقدروا يتقدموا منه السلع الأسبوعية ديالهم. المواطنين كيعانيوا في ظل وجود هذه الكارثة اللي كتعد من كوارث ديال التجهيز ديال السوق. كما كتشوفوا العمران كثر العمران بهذه المنطقه هذه، يعني حتى السوق يعني ولا
من الملزم ومن الضروري على عمالة المحمدية إيجاد حل لهذا السوق هذا، سواء تغيير المكان أو إصلاح جذري للبنية التحتية لهذا السوق. حنا كنوصلوا الصوت، كنوصلوا الصورة، كنوصلوا المعاناة ديال المواطنين ساكنة مدينة المحمدية أو العمالة المحمدية برمتها. غادي نحاولوا نقربوا شوية لعند الناس الباعة ونشوفوا واش ممكن أنهم يصرحوا لنا بالغلاء اللي كنعيشوه في المملكة برمتها. السلام عليكم سيدي، تقضيتي ولا مازال؟ القضية واقيلا قضية قاسحة. حنا جريدة إلكترونية نواكب هذا سميتو، ولكن ممكنش التصريح على هذا الغلاء اللي كاين والأثمنة اللي كتشوف. ممكن؟ بلاتي نعطيك الميكرو. تفضل يا لالا. وإن كان حالة الكارثية غادي نتناقشوا على هادشي هذا، وهذا من حق أي مواطن ومن حقنا كاملين أننا نهضروا على هذه المسألة هذه وعلى هذه الكارثة اللي كنعيشوها في ظل الظروف اللي تسمحكم غادي نشوفوا واحد مواطن من المواطنين مترددين على السوق، ويعني حتى هو غادي يحاول يعطينا كلمه حول هذا السوق الاسبوعي اللي هو سوق الحد باللويزيه. الاغلبيه كيعرفوا باللويزيه وهو بني يخلف عمالة المحمديه. معنا السيد، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم؟ اسم محمد. سيد محمد، سيد نفسك رسول الله. حنا كنتواجدوا دابا معك هنا في السوق الاسبوعي لمدينة المحمدية. هذا السوق هذا كتردد عليه دائما او لا مرة؟ وراه دائما، راه منذ تقريبا واحد 10 سنوات واكثر كاع. انتم كتردوا على هذا السوق؟ ديما ديما، وهذا الحال ديما اكثر. جديد في هذا السوق يعني بالبنية التحتية ديالو؟ وما فيه لا بنية تحتية ولا حتى شي حاجة. هذا السوق هذا لا حول ولا قوة الا بالله. ديما ما كايناش كاع جماعه، كاع جماعه ولا الرئيس ديال المجلس البلدي، ما كاين حتى شي حاجه. هادشي ديما 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 كنعيشوا الغلاء. الغلاء واخا صاروخيا الغلاء كما قلتي يعني. نعم. انت دابا درتي واحد الدوره على السوق. نعم. خاص المنطقه ديال الخضار. نعم. والمنطقه ديال البصل اللي فيها المواد الاساسيه اللي كيحتاجها اي مواطن في الدار ديالو، مثلا المطيشه، البطاطا، الفلفله، الفول. جميع المسائل اللي كيحتاجها. نعم. اللي كيحتاجها المواطن المغربي. نعم. في المنزل ديالو. نعم. اش بان لك على الاثمنه؟ الاثمنه راه خياليه، ما عمرني انا عشت انا في عمري انا. اذا مطيشه؟ نعم سيدي. مطيشه شحال لقيتيها؟ راه لقيتها كاينه هذيك اضعف باربعه دراهم، اضعف مطيشه كاع باربعه دراهم. حنا في الدخله ديال السوق لقيناها ب 12 دراهم. هذه نقول لك انا هذيك اضعف. شنو اضعف؟ هي باللغه ديالنا حنا بالعربيه بتعربت خامجه، ما تصلحش الماكله كاع نهائيا. اربعه دراهم ما تصلحش كاع. المواد الاخرى؟ والمواد الاخرى خليها كالبصل. حديت ولا حرج. كالبصل، كجزر، ك عندك باقا خاويه. يلا خديت واحد كيلو ديال القرعه مع الدخله، خديتها القرعه بعدا كان الحمد لله. ها هي خديتها بخمسه دراهم. هذه هي اول دخله خديتها. حمراء. قدرتي تاخذ؟ خيي اللي خديت دابا وباقي انايا دابا كندور، ولكن ملي دخلت مع الدخله لقيت البطاطا 70 ريال، 80 ريال، هذيك 50 ريال، 60 ريال. نعم اسيدي. صدمتي في الاثمنه اللي كاين؟ ماشي تصدمت، انا راه ديما كنعيشوا هذا الغلاء هذا، بالاخص في هذه الفتره هذه. الفتره هذه. السكنه ديالك المدينه؟ لا حديث ولا حرج. نعم اسيدي. السكنه ديالك المحمديه؟ انا في منطقه المحمديه بالضبط. المنطقه ديال مجدبه في المنطقه ديال البرادعه. برادة. انا كنسكن في البراد. في المحمديه في البراد بالضبط كنسكن. مقارنه ما بين الاثمنه اللي كتشوفوها داخل المدينه المحمديه والاثمنه اللي كاينه في السوق؟ وراه بحال ولو انه اسبوع بحال وراه. شوف غير الظروف، شوف غير الظروف هذه. هي شوف الحاله كيفاش داير السوق. فعلا كما كيقول المواطن شوف هذه الحاله هذه. هذه الحاله كارثه. يعني عاق ومعيقه الدخول ديال المواطنين للسوق. لا باش يشريو
ولا حتى باش يعرفوا حتى الأثمنة أو لا حتى باش يعرفوا السوق وشنو فيه. نرجعوا للسيد المواطن اللي معنا. خويا الرسالة ديالك للمسؤولين، الرسالة ديالك لرئاسة الحكومة، الرسالة ديالك لأي جهة بغيتي. ورا الرسالة ديالي ديما كنقول أنا في أي رفع، أنا في عمراني دابا 55 عام، أنا ملي حليت عينيا لا إله إلا محمد رسول الله، ما عمري ما عشت واحد شي عيشة كريمة كما ينبغي، ديما ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ما اش نقول لك، عينا ما نهضروا، عينا ما ننتخبوا، عينا 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 عينا، ولا من يقول لك أنا راني موجود. كيف ما قلت لك، رغم 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 الغلاء الناس راه ما لاقيش حتى منين تدوز تاخذوا، ولو غير نص كيلو، غير نص كيلو ما لقاش حتى منين تدوز تاخذوا، غير تاخذوا نص كيلو. أنا دابا نقدر نضطر نرجع بلاش كاع، نمشي ناخذ من المدينة، اللهم من المدينة، واخا زايدة 4 دراهم 5 دراهم، ما عندي ما غندير، أشنو غادي تاخذ؟ تاخذ هنايا، رغم راه بحال بحال، كي السوق كيقول لك سوق نموذجي للفقراء، ولكن راه بحال بحال، كي الفقراء كل بحال خير ما عندوش فين يعيش. بحال بحال بحال. نشكرك استاذ، شكرا على وجهك، على الكلمه ديالك الطيبه، ونتمنوا على ان فعلا الصوت ديالكم يوصل للمسؤولين، وتكون استجابه لهذه الكارثه اللي احنا كنعيشوها. شكرا وتبارك الله عليكم. شكرا. كما سمعتوا، مواطن من المواطنين اللي كيترددوا على هذه المنطقه من اجل قضاء اغراضهم الاساسيه، ومن ضمن هذه الاغراض اللي هي مواد الخضر وكذلك مواد اللي اساسيه في البيوت المغربيه. السلام عليكم. ربيع وين؟ كيبان لك في السوق اشريف؟ كلشي غلا صحيح، السوق راه اللي غيبان لي غيبان لك. يعني هاد الحاله هادي وهاد الكارثه اللي قول هاد الكارثه هادي اللي كتعيشوا انتما، انتما دابا كتجار كتبيعوا وتشريوا هنا في هاد السوق، يعني واش ما كتلقاوش مشكل مع هاد الكارثه اللي كاينه في البنيه التحتيه؟ هذا راه حقكم وحقكم تهضروا عليه، ومن حق المواطن المغربي انه يوصل الصوت ديالو للمسؤولين باش يعرفوا بانهم كيعانيوا الشيء الكثير. مرحبا تدور اخو. مرحبا، مرحبا. احنا ندوي مع خويا. مرحبا على الراس العين. السلام عليكم. خويا دخلتي السوق تلاقيتي بهذه الكارثه هذه ديال بعد؟ اول حاجه هي الكارثه هذه اللي كنشوفوا، كما كنشوفوا حذاء عندك اش دير هاني هاني، يعني القضيه ولات مرونه عادي، ما كاينش مشكل، حوايج الشمال هذا حسين. انا نعرفوا غير هذا السوق هذا اش من عام هذا وانت كتدخل لي، واش من عام كتجي لي، واش باقا الحاله هي الحاله؟ كذب عليك زياده وخلق، وسط الحي المحمدي وسط كازا ودار في الارض السعيده، شي 13 سنه ولا 14 سنه السوق كيف كل حد بحال هكا، شي ما كتصب الشق اول فيضان صاحبي، شي اللي ما كانش بنادم واعي نتشق. انا نعطيوك واحد المثال بسيط، فهمتيني؟ كتجي كتصوت لواحد المرشح، وذاك المرشح كتصوت له وما عارفش علاش كتصوت، بسببش باش يعطيك 4000، وهو دابا قول لي يعطيك 4000 دابا. الوالدين ديالنا رمحنا، الله يسمح لنا من الوالدين صاحبي. اول حاجه شو بنادم تشل بيع او شري شو مدرين اخويا، بنادم كيخاف كيدخل عاوتاني كيبان لي من طريق كيقول لهم من ناخذ تقضيه من طريق بارك الله يجعل بارك بلا ما ندخل، وهذو اللي هنايا عارهم على من؟ حنا عران على من؟ الله يحفظك مع ابر المسؤولين، حنا كندوي على كل شيء، راه الاول والاخر الله يدير شي تشاول ديال الخير، راه ربي اللي كيرزق، راه العبد السباب صاحبي. وثاني حاجه بالنسبه للاثمنه درتي شويه الاثمنه اخويا، انا بعد انا اليوم المطيشه ها هو عشيري، قولي قولي اليوم شحال دايره مطيشه؟ 10 دراهم اش داير؟ 10 دراهم بصله 160، 10 دراهم بصله 160، هذاك الكورجيت 100 ريال راه بزاف، لا اله الا محمد رسول الله. لا اش مرحبا عمي، واش اخذ مطيشه ب 10 دراهم اصاحبي؟ راه حشومه والله، الا حشومه خويا والله، الا حشومه هادشي كامل راه بزاف. مطيشه ناخذها ب 10 دراهم، ماشي ب 4 دراهم ولا 10 دراهم، البصله 160، الفلفله 160، راه حشومه هادشي. راه ولا واش هاد الغلاء هذا عنده علاقه بهادشي ديال المحروقات؟ لا ما عندوش علاقه بهادشي، ما عندوش علاقه بهادشي كامل هادشي اخويا، ما عندوش علاقه اخويا. المسؤولين كيقول لنا عندها علاقه بهادشي ديال المحروقات. انا نقول لك واحد الكلمه، وصلى على النبي، حيت شكون كان كيحس بالدرويش؟ حيت هو ربي عطاه واحد، ربي عطاه واحد الرزق، حيت شكون كان هو كيعيش وعنده وليدات وعنده عيشه بواحد الصالير قرير؟
قليل غيحس بهذا الشيء، ولكن هو ما حاس عايش حيت كل شيء ديال الله صحيبي، ولا والاخر الله يدير شي شاول ديال الخير. رحنا مساء شرجات من عند الله مرحبا به، ولكن ما تجيش من عند الله. واش مسكين هو اللي كياكل العصا؟ عمي عندي لك واحد السؤال وانا كنشوفك. نعم خويا واش غدير؟ ضروري انت ولفتي هاد الخضره. ولفت هاد الشيء راه ضروري، غدير الخضره للوليدات خاصك ضروري تلبس البوطه، ما تبينش فين غتدخل في هاد الحاله هاد. وهاد الحاله اللي كتعيشوها ديما؟ ديما ديما هاد الحاله هاد. المنطقه اللي كتسكن فيها فين؟ كنسكن هنا في اللويزيه نيت. اللويزيه. دائما عندكم هذا المشكل، دائما دائما بحال هكا المشكل. عارفين بلي هذا المشكل هذا السبب ديالو هو الجماعه ديال ديال بني خلف، هذا هو المشكل. راه حاله يتحركوا كاين شي ما كاين والو، ما كاين والو صاحبي. غنقول لك واحد الكلمه، اش كاين في هذا بني خلف هذه؟ كاينين غير الحريفيه. لا بغيت شي الحشيش باراطو، بغيت شي داك المخدرات باراطو، ولا والو. لا قرايه. تصور دابا الدريات حد الان، والدريات ما كتصيفطها ولا باها كيصيفط من هذا المنبر. الله يسمح لنا من الوالدين، حنا عندنا والدين وعندنا خواتاتنا، كيصيفط بنت شو شقرا وهي في الاخر. الله يسهل على خويا الزين، وهي في الاخر كتخرج كتسلقط. لا ما الله يعاونكم، الله يسمح. الله يسهل عليكم اخوتي، يحفظكم. شكرا شكرا لكم، شكرا على التواصل ديالكم كما كتسمعوا. الباج ديالي في شوك تي في ودراري معروف. الله يحفظك، الله يحفظك. مرحبا. كما سمعتوا مواطنين مغاربه كيشتكوا، كبار وصغار كيشتكوا من السوق الاسبوعي اللي كيعرف حاله كارثيه، حاله يعني ماشي انسانيه، حاله ماشي ديال البيع والشراء، حاله ماشي ديال التجاره، وانما هي حاله يرتلى الباعة متضررين، وكذلك حتى هذا ولدي من حدايا ماما، وحتى بالنسبة للناس اللي كيتقداو حتى هما كيعيشوا هذه الحالة الكارثية. للأسف الشديد الجماعة في سبات عميق، وكذلك الغلاء، غلاء ديال المواد الأساسية اللي كيحتاجها المواطن المغربي حتى هي في كما قال هذا السيد هذا. غادي نشوفوا حتى هو ناخذوا من عنده ارتسامات ديالو، لان كيبان لي عليه انه بحال مصدوم من الاثمنه. باقي الفيفه مسكين عنده خاويه، باقي ما تقدرش. استاذ السلام عليكم. كيف جاتك دابا السوق بهذه الحاله هذه الكارثيه، وكذلك حتى في الغلاء اللي كنشوفوه بالنسبه ديما ديما بحال كوا؟ اي سوق من اللي يجي بحال كوا دائما ديما بحال كوا؟ عمرهم ما صابوا السوق كيتباع 240 مليون، هذا العام راه تباع 300 قل 20 مليون، وتا حاجه ما عمر شي حاجه تصاوبت في هذا المخلق. ما كاينش، ما كاينش. والغلا راه بيبي ديال 600. على ذكر هذا الغلا هذا، صاوبتي السلعه، صاوبتي الخضار. كلشي بلا 160 بيبي ديال 30 درهم، مطيشه دايره 10 دراهم، جلبانه دايره 15 درهم. واللي هضرتي معاه تيقول الغلا راه جاي من فوق، ما عرفنا انا شنو اللي طلبوا الله. من فوق هذا اش من فوق؟ وتيقول لك جاي الغلا من عندهم، ما عرف من عندهم. واش من عند الصغار ولا من عند الكبار؟ الحكومة لا، الحكومة ما عندنا ما ندير. الحكومة تا هي راه فلاحة، راه كاين اللي فلاح وكيبيع السلعة ديالو. واخا كتبان لي الفيفا باقا خويا. إيوا واش غادير أخويا؟ غادي نمشيو نهزو ديال الناس بزز، غنهزو سلعتنا. الشرائية ديالك ما والحمد لله، طلبوا الله يصاوبوا صاحبي. البصلة دايرها 7 دراهم كاينة، ما قالها خلصوا صاحبي، خلصوا لا دور. لا حول ولا قوة. يوسف واش غادير؟ الحمد لله طلبت وأنا طبعة صحيحة وصاحبي. لا حول ولا قوة. وهذه بلادنا هي هذه الحمد لله. شي رسالة للحكومة، شي رسالة. ونطلبوا الله، الله يهديهم، الله يهديهم ويديروا لنا شي أسعار وصوبوا بعد عاد الحالة ديال المشي والحالة ديال الماء. حالة شو الحالة ديال الماء؟ لا طاحت هذه ساعتين شو تبارك الله. وديما بحالك، ما عمر شي حاجة تصاوبت في هذه بني خلف، لا طرقان ولا لا سوق ولا شي حاجة، ما عمرها تصاوبت. معنا واحد من الشباب ديال مدينة المحمدية وجات هو. السلام عليكم. بغينا نعرفوا هذا السوق هذا اش كيمثل ليه؟ اش كيمثل لك هذا السوق هذا؟ اش كيمثل؟ ما كيمثل لنا والو. انت تشوف دور الكاميرا يشوفوا، دور لا شافوها راه سارين عليها هي الاولى. هذه هي مغيسانه، زادوا لهم في الزيت وفي المواد الغذائيه، فهمني؟ انت من الساكنه ديال المنطقه؟ لا لا، انا كنسكن في المشروع ديال الحسني. المهم ولد هنايا المحمديه. العمليات المحمديه يعني ولد كتجي ديما السوق. واش دائما فصل الشتاء ولا ملي كطيح الشتاء كتكون بحال هكا؟ وهي هاد الكارثه. حتى تشرب تشرى النواور، تشرى صبات الشتا شويه، كل صبات الشتا هذيك الشتا اللي كتعرف ما نعاودش لك بزاف. كنا كنعرفوا على ان ملي كتكون الشتا كثيره السوق ما كيعمرش. ايوا صافي ما كيعمرش. ها وانت شو دابا غنقول لك هنايا لهي ما تلقاش بلاصه منين تدوز، كل ما كانت الشتا غتلقى الطريق طريق مسرحه كيدوز منا عباد الله بوم عامر، فهمني؟ كما كنشوفوا انت دابا الحذاء ديالك شو العربون في هذه الحاله هذه. الحمد لله طرف ديال الخبز دابا انت كتبيع وتشري هنا. وذاك اخا نوش الله ياخذ فيه الحق.
بالروز ولا لا من عايرو بلا والو صافي هاي واللي دازو قبلو دابا انت بيع وشري هنا في السوق كتبيع الخضر هاي طويب كتبيع الخضره كتبيع الخضره كي جات انت الثمن ديال الخضره في سوق الجمله وما نكذبش عليك غلا وغلا ولا عباد الله انتوما كتقدوا من سوق الجمله من سوق الجمله كتقدوش مع عند الفلاح لا من سوق الجمله واش هذا من مارشي كريو من كازا واخا واش هذا الغلاء اللي كاين والسبب هو فعلا المحروقات وغلاء ديال المازوت او لا سبابه شي حاجه اخرى سبابه اخ النوش وبرا وجوله والله والله خليني يا صاحبي والرساله ديالك الاخ النوش ونعايرو لا شوف واش 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 هذا الفيديو غيتلاح شوف تيفي غيتلاح ترك مباشر دابا وراه صاحبي عبر المباشر الاخ النوش الله ينعل عليه الوالدين لا 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 شوف كان ما دارش خدمه شو اخوه اخ النوش استولى على الناس ضحك عليهم بهذاك الشيء ديالو الثلاثه وشو عليه هذا الشيء ديما كيطرا كل عام كيطرا هذا الشيء كنبقاو حنا طوال الله يدير دير خدمتك الله يرحم لك الوالدين حنا ما كنقولوا لك والو هذه رساله صريحه هذه رساله من عندي انا الله يهديه الله يهديه الله يهديه يا ربي تهدي حنا الشعب فهمتيني رحت بنادم ما تسمعني راه كاينين الفقراء دابا هو كيقارن ما بين الفقراء وما بين الاغنياء فهمتي كاين بنادم لاباس اللي عنده باش ياخذ 5 لتر ديال الزيت ب 100 درهم ودابا انا مخير خدام 100 درهم منها ودابا انت غاتخدم الدرب نار كامل 100 درهم نار وتجيبها 5 لتر ديال الزيت الى لقى الى لقى ولكن المشكل تدير العمل تدير هذا الشغل فرص الشغل راها قليله دابا بحال انا نبيع الخضره انا مشيت انا في الشركه ونخدم دبر على راسي المستقبل ديالي الشجره ماشي عيب الشباب ديالنا ماشي عيب انك تكون تاجر معيب تاجر في شي حاجه اخرى ماشي في الخضره شوف الى كاع كلنا مشينا للشركات ومشينا شكون غادي يبيع للناس ويشري معاهم لا البيع والشراء ماشي عيب والشراء حلال بالخديجه ديالنا لا لا ما عاد خاطيني خاطيني ديال عباد الله صحيح ملي كيجيك دابا المواطن وكيساومك على شي حاجه مثلا ساومك على مطيش شحال دايره مطيش مطيش نديرها 10 دراهم ترى غلا الشراء صحيح دابا انت ملي كيجي المواطن يقول لك مطيش تقول انت 10 دراهم ما كيبقاش فيك ذاك المواطن مسكين ما كيقدرش ياخذ حتى رابعه افري ورادي راه هادشي علاش كنقول لك اخ النوش كيقارن الفقراء مع الاغنياء فهمتي هو اخ النوش ما هو الا واحد من وسط الحكومه الحكومه راه فيها بزاف ديال الاطراف كونوا عارفين وفاهمين يعني الحكومه متكونه من عده وزارات وعده اشخاص كيتميزوا بالقرارات في الحكومه اخ النوش رئيس حكومه فعلا ولكن راه معاه ناس كلمه للسيد هذا اجي عنا اجي عنا كلمة للسيد هذا ناخذ كلمة من عند أحد المواطنين اللي توا فضل العام حاجة دار راك شي حاجة السيكان كيما وصلت السوق هذا غادي نقول لك غادي نقول لك غادي نقول لك السوق هذا عمو واش غادي نقول لك أخويا هادشي قسم الله ما بقى لينا ما نقولوا أنت دائما هنا في السوق كتبيع وتشري فيه إيوا الحمد لله مرة في الخدمة في الموقف مرة في البيع والشراء مرة تندير هاد الحريفة وتناكلوا الخبز وصافي الحرفة ديالك هي كتبيع في الخدمة هي وتنخدم في الموقف في المعقول في خضرة في فلاحة في وبحال هكا كنجي دابا اليوم السوق مانك كندير شوية باش نصوروا طريف ديال الخبز دابا إلا بغيتي تتقدى دابا بهاد الأثمنة اللي كيدوروا هنا كتقدر تتقدى الحرف يعني هاد الاثمنه ما طيش 10 دراهم عندك قدره باش تشريها ما عنديش قدره باش نشريها ولكن دي نص علاش قديت ساعات ولا راه دابا تنجيو نشوفوا هادشي الخضره راه من هادشي ديال المطار من اش طلعت الفلاح مسكين تكرفس وهذا وتزادت الخضره ومسائل اخرى ودي الله اعلم عليها ما نقدر نشاهد شي حاجه داك الشيء تيجينا كنشريوه وصافي باش ما علمك الله صافي تنشريوه اخويا وكل راه في ديك الدار كل راه يلقى حبرطه ديالو عايش البساطه صافي البساطه اخويا هذا الشيء اللي كاين ولدي هذا الشيء هو 5 نفوس راه حنا كنتاكلوا تيحن الله تعالى ربي كبير ربي كبير مولي هز عنا الضوء الله يشعلوا عليه في ديك الدار ولا يطفاه ربي غادي يخلصوا هذا الشيء هو اللي غادي نقول احسن كلمه سمعناها وهي هاد السيد هذا وشنو قال على هاد المساله ديال المعيشه اللي كنعيشوها فعلا هناك غلاء وهناك قدره شرائيه غير متوفره لاغلب المواطنين اللي تقريبا راه حنا كنعرفوا على ان جميع المواطنين راهم فقراء الى هنا نقول لكم كنتم معنا مباشره من سوق اللويزيه بعماله المحمديه نلقاكم في مباشر اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شوفنا